بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع لا تستخف تهديد القذائف الصاروخية من شمال الضفة الغربية يمكن أن يأتي بغزة إلى وسط إسرائيل، مقال لندف شارجاي في إسرائيل هيوم. ومن صحيفة بيلد تقرير خاص بعنوان الحكومة الألمانية تخشى خطة بوتين العسكرية. وعن التطورات التونسية الأخيرة نقرأ من صحيفة المغرب التونسية مقالا لزياد كريشان بعنوان ما بين إنهاء مهمة نجلاء بوذن وتعيين أحمد الحشاني، لماذا ولأي هدف؟ في الحدث هذا اليوم، عمليات إجلاء واسعة من النيجر وقلق جزائري من التدخل العسكري في نيامي، أي مشهد ينتظر الساحل الأفريقي؟ وفي جديد اليوم، ترامب يمثل أمام المحكمة في مواجهة لائحة اتهامات تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020. ونقرأ في الميادين نتلى عريب الرمتاوي، السلطة إذ تنتقل إلى خط الهجوم، أي رهانات وحسابات؟ وضيف اليوم عبد القادر صوفي. أهلا بكم. لا تستخف تهديد القذائف الصاروخية من شمال الضفة يمكن أن يأتي بغزة إلى وسط إسرائيل، عنوان هذا المقال التحذيري لندف شارجاي في إسرائيل هيوم. 6 مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة حاولت منظمات الإرهاب وفق تعبيره إطلاق قذائف صاروخية نحو مستوطنات خط التماس شمال الضفة. إنها قذائف صاروخية بدائية محتلة، لكن أيضا في غزة قبل 20 سنة بدأ الأمر هكذا. اللواءان في الاحتياط عوزي ديان وغاد شيمني ورئيس مديرية حوما السابق زي روبين يوصون بقتل هذا الأمر في بدايته ومهده. وفق الكاتب، الرجل الذي ترأس مديرية حوما التي جرى فيها تطوير صاروخ حتس يرى أوجه شبه بين ما يجري الآن في الضفة وبين ما جرى في غزة بين عامي 2000 و2002. حماس وإيران اللتان توجه الإصبع الإسرائيلية إليهما على أنهما مسؤولتان عن القدرة الصاروخية التي يحاول الفلسطينيون إنتاجها في الضفة، لا تكلفان نفسيهما عناء إخفاء نياتهما. خبير آخر يحذر من تخيل نجاح منظمات الإرهاب في إطلاق عدة قذائف صاروخية مرة في الشهر، ربما تصيب وربما لا. سيتطلب ذلك من إسرائيل جهودا كبيرة حيال تهديد هو لا شيء، لكنه تهديد لا يكون بالإمكان تجاهله لأن الجمهور الإسرائيلي خائف. ومن صحيفة إسرائيل هيوم إلى عنوان آخر، بايدن يتجه نحو كارثة في الشرق الأوسط، الرياض تمثل عبئا استراتيجيا وليس شريكا استراتيجيا، عنوان مقال في ذهل. يقال إن الرئيس جو بايدن يفكر في الذهاب إلى حيث لم يجرؤ أي رئيس أمريكي سابق على الذهاب إليه، توقيع اتفاقية أمنية متبادلة مع السعودية مقابل تطبيع الرياض للعلاقات مع إسرائيل. من شأن مثل هذه الخطوة أن تكون كارثية على المصالح الأمريكية، حيث ستحاصر واشنطن أو تحاصر على أنها ضامن أمني للرياض، على الرغم من الانفصال الأساسي بين المصالح والقيم الأمريكية والسعودية. ومن شأن هذا الاتفاق أن يخاطر بحياة الأمريكيين للدفاع عن ديكتاتورية قمعية، ويوفر إطارا للديكتاتوريين الإقليميين الآخرين للضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات مماثلة. جادلت إدارة بايدن في أن الولايات المتحدة لديها مصلحة أمن قومي في التوسط في العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما. إدارة بايدن مخطئة في النظر في مثل هذه المقايضة. لا يوجد حافز استراتيجي للولايات المتحدة لمنح تنازلات سياسية أو زيادة الالتزامات الأمنية للسعودية لتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل. وإلى أصداء القمة الروسية الإفريقية، وهو عنوان مقال لمصطفى شلش نشره مركز الدراسات العربية الأوراسية. من الصعب تحديد نتائج القمة، ولكن مع انسحاب موسكو من صفقة الحبوب قبل 2 يوم فقط من تجمع زعماء الأفارقة، يبدو أن المسؤولين الروس حاولوا توضيح موقفهم، فهم على دراية أكثر
أو أن أكثر من نصف الحبوب الأوكرانية تذهب إلى أفريقيا وآسيا. لذا تعهد الرئيس بوتين في خطابه الافتتاحي بأن تحافظ روسيا على إمدادات ثابتة من الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية إلى القارة الأفريقية. جابت الوفود الأفريقية معارض الأسلحة الروسية في تذكير بدور موسكو كونها أكبر مورد للأسلحة إلى القارة الأفريقية. وفي ضوء انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وأداء السلاح الروسي الهجومي والدفاعي وتقييماته المختلفة من سيء إلى ممتاز، كانت القمة فرصة للكرملين لتأكيد مكانته شريك دفاع وأمن يمكن الاعتماد عليه، يعزز ماضي الاتحاد السوفيتي ومساعدته بلدان أفريقيا على التحرر من الاستعمار بحضور موسكو في المخيلة الشعبية هناك. باختصار، أفريقيا لا تعادي روسيا كما يرغب الغرب على الأقل، ولكنها لن تحارب بدلا من روسيا كذلك. نتابع بالحبر الجديد ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. بكم من جديد في هذه الحلقة من بالحبر الجديد، ونرحب بضيفنا من الجزائر الدكتور عبد القادر صوفي. أهلا بك، وأنت خبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. إذا دكتور عبد القادر، كنا قرأنا مقال إسرائيل هيوم الذي يتحدث عن خشية في إسرائيل اليوم من أن تكون هناك عمليات مشابهة في الضفة الغربية المحتلة لما جرى في غزة عبر تطوير الصواريخ والقذائف، وأنه ربما يعني في المدى الطويل يكون هناك صواريخ تطلق من الضفة على إسرائيل. بالتالي ماذا إن وصلنا فعلا إلى هذا السيناريو ونجحت فعلا المقاومة في الضفة بإطلاق قذائف صاروخية على إسرائيل؟ أولا تحيتي لك ولكل متابعي قناة الميادين، شكرا. هي في الحقيقة أنا أقدر أن على الكيان الصهيوني أن يخشى المقاومة، وعلى المقاومة اليوم وهي تتحد وتحقق نتائج أو ضربات موجعة للكيان الصهيوني، هذا يقدر مدى تخوف الكيان من وصول المقاومة إلى مرحلة متقدمة من النضج الجماعي ومن العمليات النوعية التي تجعله يعيد الحسابات. أظن أن اليوم شاهدنا أن هذا التخبط جعل الكيان يقوم بهجمات همجية ضد المقاومين، وغالبا ما كانت ضد المواطنين العزل، ما وضع المجتمع الدولي في حرج كبير، خاصة وهو الذي يدافع عن حقوق الإنسان وعن عدم التدخل، خاصة في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. فهنا ظهر الكيل بالمكيالين في التعامل مع القضايا التي نحن نتحدث عنها. نعم، طيب، من إسرائيل هيوم نذهب إلى صحيفة ذا هيل، وكان هناك مقال في هذه الصحيفة يتحدث عن توقيع اتفاقية أمنية متبادلة بين الولايات المتحدة والسعودية مقابل تطبيع سعودي إسرائيلي. الصحيفة تصف يعني هذه الاتفاقية إن تمت بأنها كارثة بالشرق الأوسط يقبل عليها بايدن، وتقول بأنه من شأن هذا الاتفاق أن يخاطر بحياة الأمريكيين للدفاع عن ديكتاتورية قمعية، ويعطي ذريعة لديكتاتوريين آخرين إقليميين بحسب الصحيفة لطلب مثل هذه الضمانات والاتفاقيات مع الولايات المتحدة. السؤال دكتور، هل أمريكا بوارد إعطاء السعودية ما تريده في هذا التوقيت؟ ماذا ستستفيد الولايات المتحدة من تطبيع بين السعودية وإسرائيل بعد أن أثبتت تجارب التطبيع السابقة بأنها يعني لم تعطي الولايات المتحدة وحتى إسرائيل ما كانت تطمح إليه؟
هي في الحقيقة هذا الطرح أصبح ربما بالمعطيات الجديدة يجعلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية في زمن ماضي قبل التقارب الإيراني السعودي كانت غير قابلة أنها تعطي للسعودية ما كانت تطمح إليه وهو الوصول إلى التحول التكنولوجي النووي. فلذلك لم ترغب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الكيان الصهيوني أن تضحي بهذا الموقف ولم تعبه بمتطلعات السعودية خاصة في ظل الصراعات التي كانت موجودة بين إيران والسعودية. واليوم إيران والسعودية تتقارب، فأظن أن السعودية أصبحت ربما منظوراتها متغيرة وغير تلك التي كانت قبل هذا الاتفاق. تبقى أنها هي دولة تسعى إلى الحصول أيضا على التكنولوجيا النووية المدنية، ولذلك أظن أن هذا الاتفاق خاصة وأن السعودية تتوجه نحو تحول عميق في سياستها الخارجية وتبتعد ربما مستقبلا نوعا ما عن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سعيها إلى دخول مجموعة البريكس. نعم. يعني أن السياسة الخارجية سوف تكون غير تلك التي نحن نتحدث عنها. لذلك أنا أقدر أن هذا المقال أو هذا التصور هو سيناريو من السيناريوهات، لكن ليس هو ربما الأقرب إلى الحقيقة. طيب، أيضا من المركز الأوراسي مقال عن أصداء القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت مؤخرا نهاية الشهر الماضي. ويعني يقول هذا المقال يبدو أن المسؤولين الروس حاولوا توضيح موقفهم، فهم على دراية أنه أكثر من نصف الحبوب الأوكرانية تذهب إلى أفريقيا وآسيا، توضيح موقفهم من وقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية. وبطبيعة الحال يخلص هذا المقال لأن يقول بأنه بحضور موسكو في المخيلة الشعبية في أفريقيا، باختصار أفريقيا لا تعادي روسيا كما يرغب الغرب على الأقل، ولكنها لن تحارب بدلا من روسيا كذلك. وهنا نريد أن نسأل بالفعل عن أصداء هذه القمة الروسية الإفريقية، كيف تقرأ الجزائر هذه القمة؟ من المستفيد أكثر منها؟ وماذا يعني الاستفادة المتبادلة الذي تم الحديث عنها في القمة؟ هي في الحقيقة نحن نشهد في إفريقيا صعود البانأفريكانيزم، وهي ربما شعور جديد لدى الشعوب ولدى أيضا القادة في ظل تحولات عميقة في إفريقيا والانفصال تقريبا أغلبية الدول الإفريقية عن تلك العلاقة التقليدية مع الدول الاستعمارية السابقة بوجود بدائل جديدة على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيران وماليزيا وغيرها من الدول غير إفريقية. لذلك إفريقيا تنظر إلى العلاقة، طبيعة العلاقة مع روسيا كأنها علاقة مميزة، لأن روسيا تقترح ربما طبيعة علاقات فيها الكثير من الاحترام وبمفهوم رابح رابح، بالإضافة إلى الأزمة ومشكلة الحبوب أين تعهدت روسيا أنها قادرة أنها تبقي على الحصص الإفريقية ويمكنها أن تعطيها للدول الفقيرة بالمجان. نعم. لأنه نعرف أن مشكلة الحبوب هي سلاح آخر، كون ترى روسيا أن أوكرانيا استغلت هذا. نعم. الباب وأوروبا أيضا من أجل نقطتين، أولا من أجل تمرير الأسلحة، ثانيا من أجل تحويل الحبوب. نعم. عن مصارعها من إفريقيا إلى أوروبا. نعم. إلى عنوان آخر، والحكومة الألمانية تخشى خطة بوتين العسكرية، عنوان تقرير خاص في صحيفة بيلد الألمانية. وفقا لخبراء الحكومة الفيدرالية الألمانية، سيكون بوتين قادرا على الحرب لوقت طويل جدا، لأنه على الأقل من ناحية عدد الجنود ما زالت هناك احتياطات كبيرة لديه. يمكن لروسيا زيادة عدد الجنود النشطين إلى ما يصل إلى 3
ملايين إذا كان مسار الحرب في أوكرانيا يجعل ذلك ضروريا. موسكو مستعدة لخوض الحرب لمدة عامين أو 3 أعوام أخرى. سيكون للجيش الروسي بعد ذلك جنود أكثر نشاطا من القوات المسلحة الصينية. ويحذر الخبراء من أن مئات الآلاف من الجنود الروس الذين لديهم عدة سنوات من الخبرة في الحرب يمكن أن يكونوا في مرحلة ما على الجناح الشرقي لحلف الناتو. دكتور عبد القادر، هل من الممكن أن تتحقق هذه المخاوف الألمانية، أن تتوسع الحرب خارج أوكرانيا والناتو؟ ما الذي يمكن أن يؤدي إلى ذلك أيضا؟ هو سيناريو وارد، لأنه الحرب اليوم في أوكرانيا هي بالنسبة لروسيا هي تحييد أوكرانيا وإبعادها عن حلف الناتو وجعلها دولة مثل السويس، لأنها ترى أن هي أوكرانيا تعتبر نقطة متقدمة من سياسة الاحتواء لحلف الناتو، الذي رغم تعهده في التسعينيات نهاية التسعينيات أنه لن يتمدد إلى شرق أوروبا، إلا أنه فعل. ولذلك اليوم كل السيناريوهات واردة، وروسيا أقرت بصراحة أنها لن تقبل بتواجد سلاح نووي أو تواجد حلف الناتو على حدودها في أوكرانيا، وجعلتها خطا أحمر. وإذا استلزم الأمر أنها تتدخل بوسائل أخرى غير تلك التي هي اليوم ستفعل، علما أن رأينا وتيرة التصعيد في الحرب في أوكرانيا انطلقت حسب قدرات الطرف الآخر. ولذلك إذا ما كان حلف الناتو قد أمد بولونيا وأمد أوكرانيا بأسلحة من شأنها أن تؤثر أو تغير الموازين في الميدان، فسوف تفعل وتتدخل ليس فقط في أوكرانيا، بل يمكن أن تتعدى إلى مناطق أخرى في أوروبا الشرقية. دكتور، نختم هذه الجولة على الصحف من صحيفة المغرب التونسية، مقال حافل بالأسئلة لزياد كريشان بعنوان ما بين إنهاء مهام بودن وتعيين أحمد الحماشي، لماذا ولأي هدف؟ يتساءل الجميع حول المغزى من هذه العملية المزدوجة، وهل تغير شيئا يذكر في سياسات الدولة أو أدائها، وهل سيكتفي رئيس الدولة بهذا التغيير أم سيتبعه بتحوير شامل للتشكيلة الحكومية؟ ويضيف الكاتب سائلا أيضا، لماذا فشلت نجلاء بودن؟ الجواب لا يمكنه أن يتجاوز الاحتمال التالي، إما أن نقول إن هندسة منظومة الحكم الحالية لا يمكن أن تؤدي إلا للفشل، أو أن نجلاء بودن لا تملك مؤهلات القيادة والرؤية الضرورية لإنقاذ البلاد. ويخلص الكاتب قائلا، ما دمنا لم نخلص من الأسئلة البديهية فلا يحق لنا انتظار نتائج أفضل من سياسات نصر عليها ونعيد إنتاجها. دكتور عبد القادر، كيف تقرأ الجزائر هذه الأزمة السياسية المستمرة في تونس، وكيف تنظر الجزائر إلى سبل حل هذه الأزمة؟ أولا فيما يخص الجزائر، فهي تعتبر أن هذا شأن داخلي، وربما هو ملك قرار سيد بالنسبة للتونسيين في كيفية إدارة أمورهم الداخلية. أما فيما يخصني أنا، أقدر أن ربما الرئيس التونسي بحكم أنه هو المسؤول الأول على السياسة الوطنية، السياسة الداخلية والخارجية، إذا كان قد رأى ربما أنه هناك عدم تجاوب أو عدم تحقيق متطلبات كان يريد أن يحققها، لم ترقى ربما نجلة إلى فعل ذلك، فارتأى أنه يغير الحكومة، ويمكن أنه أن يغير جزئيا أو كليا، هذا تبقى سلطة تقديرية بالنسبة لصانع القرار. ونحن ربما نقدر شيء في المنظورات بالنسبة للدول، هي بغض النظر عن تصورات بناء الدول يجب أن نراعي الخصوصية المحلية التي تختلف من دولة إلى أخرى. طيب، في الحدث هذا اليوم أسبوع
مرة على الانقلاب في النيجر، إجلاء الرعايا الغربيين يتسارع، الأنظار تتجه نحو اجتماع مجموعة إيكواس في أبوجا، بعيد تأكيد مالي وبوركينا فاسو أن أي تدخل عسكري في النيجر هو إعلان حرب على البلدين أيضا. الرجل الثاني في المجلس العسكري بدأ زيارة إلى مالي تليها بوركينا فاسو. إقليميا الخارجية الجزائرية عبرت عن قلقها من نيات أي تدخل عسكري أجنبي في البلد الذي تتشارك معه حدودا طويلة، فأي مخاطر تستشعر الجزائر وكيف يتطور التفاعل الجزائري مع أزمة النيجر ووفق أي محددات؟ إلى الحدث هذا اليوم. لكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم مع ضيفنا نجول على أبرز ما جاء في الصحف الجزائرية مع مراسلنا من الجزائر العاصمة سفيان مراكشي. صباح الخير سفيان. صباح الخير يارا وليت المشاهدين. ما زالت تطورات أزمة النيجر تستحوذ على اهتمام الصحف الجزائرية، ونبدأ من صحيفة أخبار الوطن التي نقرأ منها: النيجر انقلاب ومخاوف، منطقة الساحل تدخل في حالة الاستقرار. وإلى موقع الشروق أونلاين الذي نشر مقالا للكاتب محمد سليم قلالة بعنوان إنها نهاية الغرب وفرنسا في إفريقيا، ومن جملة ما يقول الكاتب: ما زال الغرب يتصرف بعقلية الماضي، لعله لم يدرك بعد إلى حد الآن أن العالم يتغير وتغير وفات الأوان ليتدارك أمره. إلى صحيفة الغد الجزائري حيث نقرأ لكم: الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، عنوان التوافق الجزائري التنزاني. ومن صحيفة الخبر نقرأ مقتطفات من مقال الكاتب محمد الفاتح عثماني بعنوان وسطية الجزائر في مقابل وسطية الجزائر في مقابل الخيارات المتطرفة. تتعامل الجزائر مع الأزمة في النيجر بمقاربة أحلاهما مر، فهي ترفض منطق القوة في إسقاط نظام محمد بازوم على يد العسكر، وترفض بالمقابل أيضا تبني المنطقة نفسه الذي تلوح به إكواس وفرنسا لاستعادة النظام الدستوري الشرعي في البلاد الغنية طبيعيا والفقيرة واقعيا. بملاحظة بيانات وزارة الخارجية عن أزمة النيجر يتبين أن الجزائر ترجح الحل الوسطي والسلمي لتسوية الأزمة السياسية المفاجئة في النيجر وسط حلول متطرفة يقترحها ويتبناها طرف المعادلة. ويضيف الكاتب: يعيد موقف الجزائر إلى الأذهان مواقفها السابقة خلال الانقلابات التي جرت في مالي وبوركينا فاسو، حيث أبدت تحفظها ورفضها التدخل العسكري الأحادي، وفضلت تسوية الأزمات وإدارتها بالمقاربة السياسية والسلمية. تاليا ما يجري مع النيجر هو امتداد لموقف تقليدي تعاملت به الجزائر مع عدة أحداث سابقة ومشابهة أو متشابهة وتمسكت به، وتبين لاحقا أنه صائب وواقعي قياسا بالحلول العسكرية التي أثبتت فشلها ومخلفاتها الكارثية على الدول وعلى المنطقة. شكرا لك سفيان على هذه الجولة. ولابد من أن نسألك، يعني إذا تابعنا هذه الصحف الجزائرية وكيف يعني تبدي اهتماما كبيرا بما يحدث في البلد الجار للجزائر، شعبيا كيف يتفاعل الناس مع هذا الانقلاب بالجزائر ومع هذه التوترات ربما في إفريقيا؟ طبعا الجزائر هي بلد إفريقي بامتياز يقع في الشمال، وتتفاعل بما يجري في العمق الإفريقي في القارة السمراء، خاصة دولة النيجر التي لديها حدود طويلة مع الجزائر وفي خاصرتها الحساسة جدا وهي الصحراء التي فيها تحركات خطيرة للجماعات الإرهابية مهربي السلاح وكذلك مهربي المخدرات وما شابه. ولذلك يعتبر مساس أمن النيجر هو مساس للأمن القومي الجزائري وتهديد فعلي. ولهذا رئيس أركان الجزائرية الفريق أول سعد شنقريحة متواجد في روسيا منذ 3 أيام في زيارة غير معلنة ومفاجئة إلى هذه الدولة. وأعتقد بأن في أجندة الزيارة ستكون الأزمة في النيجر في أولوية الأولويات، حيث ترى الجزائر بأن الحل أي تدخل عسكري سيعقد أكثر الأزمة وسيعقد
سيدخل نعم المنطقة شكرا. برمتها في الاستقرار، وسيعيد لنا السيناريو الليبي الذي انفلتت فيه الأسلحة وأصبحنا في أزمة دولية بسبب هذا هذه الظاهرة. كل الشكر لك سفيان مراكشي مراسل الميادين من الجزائر العاصمة على هذه المعلومات. ومجددا إليك دكتور عبد القادر صوفي، ونبدأ معك بالسؤال، يعني بالفعل يعني اليوم بداية تبدي قلقها الجزائر من أي تدخل عسكري في النيجر، ولكن ما هي محددات هذا الموقف الجزائري تجاه ما يجري في النيجر؟ هي في الحقيقة التزام الجزائر بمبادئ القانون الدولي ومواثيق أيضا الأمم المتحدة، على أساس أنها من ناحية لا تقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولذلك ترى أن الحل يجب أن يكون وسطيا نيجريا، وثانيا هو عدم ربما القبول بهكذا عمل، أي بالانقلاب العسكري. لكن أنا في رأيي أقدر أن هذا الانقلاب العسكري لم يكن على الرئيس النيجيري بقدر ما كان الانقلاب على فرنسا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن نظرية الدومينو والانقلاب الذي وقع في مالي ضد السيطرة واستحواذ فرنسا على صناعة القرار في مالي تبعه نفس الشيء في بوركينا فاسو، في غينيا بيساو، واليوم نرى في النيجر. لأن اليوم بإضافة إلى ذلك، صحيح أن الحالة التوتر في النيجر هي حالة نوع من أنواع التهديدات التي يمكن أن تؤثر على النيجر داخليا، لكن أيضا على حدودها المباشرة لدول الجوار بما في ذلك الجزائر. لكن في الحقيقة دعني أقول أن المنطقة برمتها ملتهبة بسبب التواجد العسكري الغربي في تلك المناطق الذي يرعى ظاهرة الإرهاب. أما فيما يخص التهديد التي بتدخل مجموعة، هذا ما أريد أن أسأل عنه، يعني هذا التهديد بالتدخل العسكري وأيضا رد بوركينا فاسو ومالي، هو يعني يدلل على أنه إفريقيا ستكون أمام مشهد ملتهب، بالتالي يعني هل تبذل الجزائر جهود أكبر لمنع مثل هذا الصدام في إفريقيا، مثل صدام من هذا النوع؟ ما هي الجهود التي تبذلها الجزائر اليوم لذلك؟ أظن أن الجزائر سوف تزن بكل ثقلها من أجل منع أي تدخل عسكري كان، سواء كان غربي أو لمجموعة الإكواس، وكان بالأحرى على مجموعة الإكواس إذا كانت لديها القدرة والقوة أنها تتدخل في النيجر. كان يفترض أنها تتدخل لدحر الإرهاب والجريمة المنظمة في كل هذه المنطقة دون اللجوء إلى القواعد العسكرية والعمليات العسكرية التي هي موجودة اليوم في إفريقيا والتي تمركزت في النيجر. وأظن أنها من أسباب الانقلاب كون الرئيس المخلوع بازوم قد قبل بتواجد عملية برخان التي طردت، وسيف أيضا التي طردت من مالي وكذلك من بوركينا فاسو. أما فيما يخص التدخل الغربي أيضا في النيجر، هذا ربما ضرب لكل لوائح القانون الدولي، ضرب لكل لوائح القانون الدولي، وربما يكون تدخل وضرب دولة سيدة وهو الذي يرافع من أجل حماية الحدود والسيادة الوطنية للدول. طيب يعني هل فعلا الخطاب الدبلوماسي الجزائري المهتمة يعني بكل ما يبعد فرنسا المستعمرة عن إفريقيا، إلى أي مدى يمكن للجزائر أن تعيد حساباتها في كيفية التعامل مع هذه الحالة في حال نقل جزء من الصراع الدولي الذي يجري اليوم إلى إفريقيا؟
كما سبق وأن ذكرت أن الجزائر تعمل وتسعى من أجل الحل السياسية السلمية لكل القضايا في إفريقيا، بما في ذلك ما يحدث اليوم في النيجر، وسوف تعمل بكل ما لديها من قوة سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي، على مستوى هيئة الأمم المتحدة، أو في إطار الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف، من أجل منع أي تدخل وأي شكل من أشكال التدخل المباشر الذي من شأنه أن يعيد موازين القوى لصالح ربما أكثر فرنسا منها لصالح النيجر. ربما في التقرير الذي سبق وقدمه الأستاذ مراكشي كان ربما كفيلا بالقول أن الغرب تجاوزه الأمر وبكثير، لكنه لا يدرك أن إفريقيا أصبحت للإفريقيين وأن الأفارقة أصبحوا سيدين في قراراتهم. والدليل أن وقوف مالي وبوركينا فاسو على نفس خط النيجر يؤكد أن أي تدخل أجنبي من شأنه أنه يصنع لحمة إفريقية أقوى من تلك التي كانت في هذا السؤال النيجر. يعني لابد من أن نتطرق إليه. يعني في واقع الأمر الصراع الدولي يعني انتقل في جزء منه إلى أفريقيا، وبالتالي يعني هل على كل دولة في أفريقيا أن تكون ضمن محور بما تراه مناسبا، أم أنه يمكن حتى هذه اللحظة يعني تحمل واستيعاب ما يجري دبلوماسيا؟ هي في الحقيقة هناك نقطتين مهمتين. أولا أن الدول الإفريقية تراعي مبادئ القانون الدولي وتلتزم كثيرا بما أنتجه النظام الدولي الحالي، رغم كل الفوضى التي يعيشها ورغم كل تسلط القوى الغربية. لكن بالمقابل وعلى الرغم من وجود ربما بعض رؤساء الذين أو بعض الدول التي تعتبر حتى اليوم دمى أو قادتها دمى بأيدي القوى الغربية، لكن في أغلبها الدول الإفريقية أصبحت تتملص بشكل صريح عن المواقف والسياسات الغربية، سواء عن طريق الانفصال السلس السياسي والدبلوماسي المباشر مثل ما شاهدناه مع الرئيس الغاني ورئيس ناميبيا إلى غيره من الرؤساء، أو من خلال الانفصال القسري مثل هو الانقلابات العسكرية في وأقدرها أنا انقلابات على القوى الغربية والاستعمارية مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان وأيضا نيجر اليوم. ماذا في جديد اليوم؟ يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بقلب نتائج انتخابات 2020. لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة تشير بشكل ملحوظ إلى وجود مشروع إجرامي وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، وهي اتهامات غير مسبوقة وتعد الأكثر جدية من بين التهم التي وجهت إليه. والآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى جولة على أبرز موضوعات الميادين نت وقضاياها بلغاتها المتعددة، ودائما نبدأ من موقعنا باللغة العربية، واليوم بمقال لعريب الرنتاوي بعنوان السلطة الفلسطينية إذ تنتقل إلى خط الهجوم، أي رهانات وحسابات؟ ومن صفحة الثقافة والفنون نقرأ تحقيقا لحليم بركات بعنوان حليم بركات العراف يرفض نبوءته. ومن الرياضة نقرأ عنوانا لافتا ميسي سيعود إلى برشلونة في حالة واحدة، ما الحالة لمعرفتها؟ اقرأوا هذه المادة. وإلى موقعنا باللغة الإنجليزية حيث نبدأ بمقال للكاتب البريطاني كيت إكلارينبرغ بعنوان تدريبات فلينتلوك، التدريبات العسكرية الأمريكية في أفريقيا تأتي بنتائج عكسية.
في صفحة بالصور ذكر تقرير صادر عن صحيفة لوموند بعض الأسباب التي تجعل التوترات بين ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ليست بسيطة كما توحي وسائل الإعلام. ومن صفحة الفيديو نشاهد معا المحكمة الجنائية توجه لائحة تهم إلى ترامب مرفقة باستدعاء تشير إلى تآمره مع 6 أشخاص آخرين لم يجري الكشف عن هويتهم. الآن إلى الدكتور عبد القادر، ولابد من أن نسألك، يعني استمرار الحديث عن الخلاف بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأيضا محمد بن زايد، كيف يقرأ، كيف يفهم في ظل صمت الطرفين عن أي تعليق على كل ما يقال عن استمرار هذا الخلاف؟ أظن التوجهات الجديدة بالنسبة للعربية السعودية أصبحت ربما وصلت، جعلت العلاقات ثنائية تصل إلى مفترق الطرق، وإن كان هناك الكثير من الصمت إلا أن الخيارات أصبحت واضحة، بحيث بن سلمان أصبح يعمل على جعل من العربية السعودية نقطة ارتكاز ومحور إقليمي في الشرق الأوسط، ويريد أن يرقى بالشرق الأوسط على أساس أن تكون العربية السعودية هي الدولة الفاعلة والوحيدة في توجيه هذه السياسة العربية أو سياسة دول الخليج في المنطقة، بعيدا عن الضغوطات الأمريكية والصهيونية. غير أن ربما بن زايد الذي تربطه علاقات تطبيع مباشرة مع الكيان الصهيوني، وأقدر أن ربما سياسته أصبحت تخدم أكثر توجه الكيان الصهيوني أو كفاعل إقليمي في المنطقة على حساب العربية السعودية. هذا ما جعل ربما في بسيط التفاصيل، في أبسط التفاصيل وإن لم تظهر إلى العلن، طبيعة الخلافات التي هي مرشحة لأن تكون أكثر وأكبر وأعمق. نعم، الآن ندعوك دكتور عبد القادر وأنتم مشاهدين لأن تأتوا معنا في جولة على أبرز ما ورد في منصات التواصل الاجتماعي والتي تأخذنا فيها اليوم الزميلة في الميادين نت فاطمة فتوني. صباح الخير فاطمة. صباح النور يارا لك وللمشاهدين. نعم، هناك الكثير من المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي اليوم. بطبيعة الحال نبدأ جولتنا الافتراضية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب بلاغ كاذب في حالة من الهلع وإخلاء للكونغرس الأمريكي. شرطة الكابيتول الأمريكية قالت في منشور إن ضباط الشرطة بحثوا داخل وحول مباني الكونغرس ردا على مكالمة مقلقة بشأن وجود مطلق نار في الموقع، وبعدها أكدت في المنشور ذاته أن البلاغ كاذب. وانتشرت مشاهد يارا تظهر حالة الهلع التي ظهرت في صفوف المتواجدين داخل الكونغرس. ناشطون انتقدوا ما حصل وعبروا عن استيائهم من الهشاشة الأمريكية كما وصفوها، والانتقادات طالت مجلس الشيوخ الأمريكي. هذه الناشطة وصفتهم بالفاسدين قائلة إنهم حاليا في عطلة صيفية وغالبية الأعضاء ليسوا في مكاتبهم. وفي أعقاب ما حصل في الكونغرس، إعلامي أمريكي سأل في منشور إذا كان بإمكانك أن تقول شيئا واحدا للرئيس الأمريكي جو بايدن فماذا سيكون؟ ليرد عليه أحد الناشطين ويقول لا يهم، إنه لن يتذكر على أي حال. ومن المواضيع أيضا يارا التي اخترناها لكم أيضا في هذه الجولة، النكسة الفرنسية في النيجر. فبعد أن تحدثت وسائل إعلام عالمية عن نكسة جديدة مني بها الرئيس الفرنسي، ناشطون فرنسيون وجهوا رسالة لماكرون قالوا فيها إن زمن الاستعمار انتهى.
واليوم أيضا تصدر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا خبر انفصال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن زوجته صوفي بعد زواج دام 18 عاما. ناشطون طالبوا رئيس بلادهم بالانفصال عنهم أيضا ومن خلال الانتقادات الواسعة التي طالته. هذه الناشطة الكندية يارا قالت طلبت صوفي ترودو ومعها 38 مليون كندي رسميا انفصالا دائما عن ترودو. وهناك الكثير أيضا من الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء أيضا. وإلى اليمن حيث لا يزال ناشطون يعلنون عن تضامنهم مع الإعلام الوطني اليمني المستهدف من قبل جهات معادية. هذا الناشط قال باسمي واسم جميع الناشطين والإعلاميين في الجبهة الخارجية لمواجهة العدوان نعلن تضامننا مع قنوات الإعلام اليمني وندين ما تتعرض له من استهداف بهدف إسكات الصوت اليمني. وفيما يخص أيضا يارا الخوف الإسرائيلي الذي يظهر في كل موقف يحصل في فلسطين المحتلة انتشر عفوا هذا المشهد ليلة أمس يظهر هلع جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفات بالقدس المحتلة بعد الاشتباه بوجود خطر أمني عليهم. واستهزأ الناشطون طبعا بالجنود الذين ظهروا وهم يهربون بعيدا. وأيضا هناك دعوات فلسطينية اليوم لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خصوصا بعد إعلان 16 أسيرا في سجن عوفر بالبدء بخطوات احتجاجية ضد ما تسمى بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تحت وسم الأسير ليس رقم. وأخيرا نختم مع هذه المقابلة التي نشرتها وكالة شهاب للأنباء مع نقلا عن الإعلام الإسرائيلي وهي مع العميل اللبناني وليد نقوزي الذي يروي تفاصيل دقيقة عن كيفية توريطه بالعمل كجاسوس لصالح الاحتلال الإسرائيلي وما لبثت أن أهملته وتخلت عنه. وهو يقول وعدوني بالجنة وألقوني بسلة القمامة. وبطبيعة الحال هذا هو مصير كل من يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. نختم هذه الجولة الافتراضية إلى حد هذه اللحظة بالعودة إليك. شكرا جزيلا لك فاطمة على هذه الجولة. دكتور عبد القادر يعني باقتضاب لو سمحت أريد أن أسألك عما يجري من إسكات لصوت الإعلام الوطني اليمني. هناك يعني حرب تشن إعلامية ضد الإعلام اليمني عبر المنصات الغربية والعالمية. كيف تابعتم هذه الحملة وكيف تعلقون عليها؟ لا هو من الأكيد وما يحدث في العالم ربما حالة اليمن لا تختلف كثيرا عن الكثير من المناطق أين يتم إخفاء الحقائق والتكتم عليها ومنع الإعلام أن يصل إلى أو يوصل المعلومة والحدث كما هو إلى العالم، لأن هناك من يسيطر على صناعة الإعلام في العالم وغالبا ما يمنع وصول الحقائق. ويمكن ذكر على سبيل المثال ما حدث مع قناتي سبوتنيك وقناة RT الروسية حيث حجبت على كل أوروبا وتلك الدول الأوروبية التي تدعي ربما الديمقراطية وحق وحرية الإعلام. فهذا ليس ببعيد على منع اليمن ورغم ربما عدم تكافؤ القوى بالنسبة للإعلام اليمني مع الإعلام العالمي والإعلام المصلحي الذي يمنع الإعلام اليمني من توصيل الحقيقة كما هي. كل الشكر لك دكتور عبد القادر صوفي الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية على وجودك معنا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة بالحبر الجديد. انتهى إلى اللقاء.